السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نزيدوا نردوا عليك انت اللي قلت لنا باللي نتوما ما كنتوا والو قبل نجي انا يا 2018. راك غلط يا سي محمد، راك غلط. على بالك باللي حنايا جامي خسرنا ماتش دو باراج هنا في بلادنا، على بالك بلي ما بالكش انت معاك خسرناها. كي تقول باللي كاين ناس يعني ما يبغوش الشعب يفرح، انت ما فرحتش الشعب 2022، ما فرحتش بكيت الغاشي. انت يا على بالك ديرها في راسك باللي بسببك الناس امنت هذيك الكذابين، هذو المعتوهين، هذو الجبناء بسببك. من خلص قلت لهم باللي قاصا ما نشوفو اش غادي يدير، الناس امنت بسببك انت، هذ الناس امنتهم. الاولى امنوا شويه، كانوا خايفين ولي يخرج واحد يكشفهم، ولا انت اللي عطيت يد العون للجبناء، انت عطيت يد العون للجبناء. هذه باش انت خايف نعبي راسك. لو كان انت خرجت كيما خرجت النهار التالي قلت لنا جماعه غادي نتفرجوا مور ليكرو، كنا غادي كانت الناس كتبرد. صح انت اخويا، انت شعلت ضوء الاخضر كاصابا وشو شايدير والفيفا ودوسي تريلور وطريس منا ومنا ومنا. هو ما يوزنش ريشة نملة، ريشة ذبابة. دوسي اللي كنت تهدر عليه انت باقي ما يوزنش ريشة ذبابة. تقولنا تريلور مازال ما وصلش، تودر في الصحراء، تيتانيك اختر، بابور اختر، كواعت غترو راحو، تيتانيك وين كان رايح هذا الدوسي؟ وين كان رايح؟ تقصر عليا انت تقول لي بلي ما كنت والو، حنا ما كنا والو، كيما كنا والو، على ما كناش نعرف. هذه اللي كنت تسعى من خاطر نقول لكم بلي بغاو يغيروا لكم التاريخ. يعني الناس كانت باغي تحاول تروح لكم ديما يغيروا لكم التاريخ، بلي البوله بدات 2019 في الجزائر. هذه بغاو يديروها لجياسكا، النهار اللي كانوا يهضر هذاك معزوزي وكلش، جابوها مور كيسموه يا ربي، مور حناشي الله يرحمه، منا قال لك حنايا هذوك الالقاب ما يمثلوناش، حنايا ماناش جزائريين، كانوا يهضروا فيها كيما. ومن بعد بغاو يمحوا، من بعد تنقلوا لكيما بغاو يمحوا تاريخ تاع الجزائر في الرياضه. قلع من 2019 تربح غاديكا وتربحها. حنايا بلا 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 على بالك دير حسابك بلي حنايا بلا لاعبين محترفين، باللاعب المحلي روح. حنا زوج خطرات كوب دي مود مي كانوا يروحوا زوج تاع لي زيكيب. مالك بالك انت بهدلتنا، انت بهدلتنا، انت الناس ولا تضحك بسببك. الناس تدافع عليك قال لك السحور، بسببك انت الناس تدافع عليك قال لك قاسامة. يدافعوا غير عليك، هما ما بيهم انت واحد وما باغين لهاو الشعب، على جالك انت هذا مكان. وما احنا خاطينا هذه تاع السحور، كنا نخسروا صاي خسرنا تربح، خسرنا حنايا نعرفوا روحنا نمشيو البارتيه، ما نقولوا لاربيت، ما نقولوا خسرنا صاي خسرنا. تا ولينا نسمعوا السحور شامبارا ما زمزم اي غريقه مالك، تا ولينا نسمعوا دوسي تريلور. تا تعرف بلي البارتيه ما غادش، انت مع اللي طحت انت طحت، عرف بلي البارتيه ما تعاودش. بصح اش تايلا 6 مليار من مارس، وانت تدخل 6 مليار كل شهر تدي فيها، حتى كملت الكونترا تاعك تا نوفمبر، تا ديسمبر كملت. يا تفرجوا مور تلفزيون، تفرجوا قلوله، تفرجوا مور تلفزيون، تفرجوا اللي كانوا يديروا لك الماتش يتعاود. عقلنا عليها، راني نقول لك شوبير راك خاسر، شوبير انت راك ضد الجزائر. يا ولدي تربع غادي ما قبلش واحد يحشي ليا، يقصر عليا انا، يدي ست ملاي يجي يضحك عليا انا، طقت واحد يغسل الكلاب يجي يقصر عليا انايا، ولا واحد هذاك المخنث يجي يكذب عليا انايا يقول لي الماتش يتعاود. تما فهمتي في كرة القدم، ما انا ماشي قرايتي، فهمتي على كرة القدم، تما انا ما نعرفش. نهار اللي كنا نقولوا لي ودي جيب اللعابة، حنا نفهموا كرة القدم، نفهم باللي اللعاب صايك دا كوب دافريك اللاش تاعو، راني نتفرجوا انا شوفوا النيفو راه يهود. يا سي محمد جيب اللعابة، قال لك انت شك عارف، واش راك عارف؟ نهار اللي هدرت مع مو عوار خرجتوا قالوا لي تعايروا فينا، الا فخرج قال لكم اودي ولا جا ولا جا، قال لكم ربع سنين
ربع سنين تقول واحد طايح في وحده راهي نيغوسي باباها ما قبلش الخطوبه الاولى ما قبلتش الزوجه ما قبلتش الثالثه ما قبلتش حتى الرابعه قبلت مرا يقول كم بيجيب مرا كم تقصر على لعاب نيغوسي معاه ربع سنين مكاش كاع مكاش كاع مكاش هذه كاع مكاش انت بروحك كنت تقول بلي انا يكمل كوب دي مود والروح كنت تقول يكمل كوب دي مود والروح واو لا كنت تقول يكمل كوب دي مود والروح انت ربع سنين كي كنت نيغوسي معاه كي كنت نيغوسي معاه في ربع سنين يقولنا حنا قولوا لنا شكون هو اللي يجيب الالبسه واللوازم المنتخب الوطني في خابة من باريس البيسا يعني يقولها لنا ونزيد نقول لك ايها المدرب اللي فشلت بكل لغات العالم انا نقولها لك يا صاحبي باش يكون بلا بيك انت يا يعني بلا بيك انت في هذه الالفيه هذه 23 عام بلا بيك انت يا تأهلنا مرتين للمونديال وكانت عندنا أقوى اتحادية وأكثر من 1,025,000,000 أورو و3 ملايين دولار وقطعة أرض قطعة أرض بقيمة 80 مليار بدالي إبراهيم هل تعرف من نهبها وأكلها؟ تعرفوا شكون ما تعرفوش وانت تعرف شكون انت بين كليت منها ايها الشبه المدرب يعني وكان على بالك باللي كان في وقت الرجاله كان الراتب احسن مدرب مره على المنتخب الوطني لا يتعدى 75,000 أورو وليس 278,000 أورو والاقصاء من الدور الاول كاس افريقيا امام منتخبات تحت الضعيفه انت كنت تدي في العام 3,700,000 أورو حقوق يعني وزيد الإشارات وزوج ملاير حقوق وضمانات إشارية مع موبيليس قبل 2018 لم نكن نحتل المرتبة الأخيرة في كأس إفريقيا ولم يسبق أن أقصينا فوق أرضنا من الدور الأخير من تصفيات كأس العالم أيها المدرب لازم تعاود التاريخ تقرأ التاريخ كرة القدم الجزائر ماشي تاجي انت باش بيا انت راك غلط انا هذه ما نسكتش عليها تما يقولوا لنا برك هذه هي يعني من حقنا نهضروا خاطر على انت راك في النهار طيحت لك 170 مليون في النهار في اليوم الواحد طيحت لك 170 مليون في اليوم الواحد الا ما على بالكش راني نقول لكم وعندك 10 ملايين اجون فورس ما تجيش تقول لي بلي نتوما ما تبغوش وانتوما منا من حقي نهضر عليك سي محمد راك تدي راك تدي لي في حقي انا فانيك كان يقول لك انت وانتوما باه يدي لي انا شيطان دي 6 ملاير يعطيها للسبيطار هذه 6 ملاير ما يعطيوك قلعوا له غير شهر جابوا ماتريال للبلوك انا كون درت عمليه جراحيه ماشي وين نروح يقول لك مازال راهي خاسره ها الفول تاعها ها الاخرى خاسره كلش الشيطانة تقصر عليا انا ولا مع مراكم تقصروا علي انا ولا قصة عشق بينك وبين المدرب والضحية شكون؟ ضحية المنتخب الوطني نعم من هنا بدأت الانقسامات والتكتلات والحسابات الضيقة ذهبت النية الصداقة ذهبت النزاهة حتى الانتخابات الفاف ترخلت يعني فيها أطراف لخدمة أشخاص على حساب الجزائر التي أصبحت ضعيفة في مختلف الهيئات الكروية على الصعيد القاري والعالمي هذه حقائق لا يمكن إخفاقها يا سي المدرب روح خويا روح ما نزيدوش نخربوا في صوالح اخرين روحوا بعدونا روحوا رحمة الوالدين نيجر صعيبة الله ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا
واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. سعيد.